من 15 حتى ال 25 هكذا كرافس 20 دينار 25 كرافس هذا يدير 20 دينار خيار هذا يدير 1000 راك 15 دينار ونزيدو نحلو من الفوق. على عكس السنوات السابقة 2017 كان جوادا بما فيه الكفاية ليفي حق الزبون من أغناهم إلى أفقرهم خضر بأبخس الأسعار. تكون السلعة بزاف السوق يحبط هذه وكيكون السلعة ما كاش السوق يطلع ورمضان كومبلي السلعة رخيصة يسمى الحمد لله كاين السلعة كي تكون باسكو لا بيريود اللي أنا فيها فيها تسمى في وقت وقت يكون المنتوج كاين السلعة تكون رخيصة هذه معروفة ماشي غير في الجزائر ولا معروفة دوليا وهذه عرض وطالب. بصح راهي سخانة بزاف السلعة وجدت السلعة وجدت السلعة سخانة السلعة وجدت طوماطيش راهي ولات ما تنباعش نطيشوا فيها خير السنة راه مدفق الله يبارك راه باطل. الفواكه أيضا أصابتها عدوى الانخفاض فكانت أسعارها رحيمة في شهر الرحمة رمضان. كما البوشبيك هذه راهي 25 دلع كيف كيف 25 البطيخ شوية 4000 4500 5000 حتى 7000 حسب كاليتي. العرض فاق الطلب والمحصول جني في وقته سببان جعلا الأسعار في متناول الجميع. فرق كبير سنة الكليمة يساعد والفلاح خدم هذا ما كان ما كاش حاجة أخرى. العام اللي فات يا بروبليم دو كليما أثر علينا في الصيف وسنة الكليما طاحت شتا في مود أفريل مود مارس. رمضان 2017 صنع الاستثناء فعمت الفائدة على الجميع التاجر مستفيد والزبون راضٍ.